تتواصل الاستعدادات والتجهيزات تمهيدا لاستضافة مدينة شرم الشيخ مؤتمر المناخ كوب 27 والمقرر عقده في نوفمبر المقبل. للمزيد معنا من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية، يعني الاستعدادات تجري على قدم وساق في شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر كوب 27 في شهر نوفمبر، يعني تطلعنا على آخر التطورات والاستعدادات بالمدينة. نعم، بعد التحية نتابع معكم الاستعدادات التي تتم على قدم وساق كما ذكرت في مدينة شرم الشيخ بالعديد من المشروعات التي تتم على أرض المدينة استعدادا لاستضافة قمة المناخ كوب 27. الجديد وآخر الاستعدادات هنا هو الإنجاز الذي يتم يوما بعد يوم في الانتهاء من نسبة كبيرة من معدلات التنفيذ بعدد كبير من المشروعات أثناء تجولنا في شوارع مدينة شرم الشيخ والمشروعات المختلفة التي تتم. لاحظنا أنه يوما بعد يوم يتم إنجاز عدد كبير من أعمال التنفيذية المقررة للانتهاء من هذه المشروعات. كما تحدثنا في الخدمات الإخبارية السابقة أنه على نهاية الشهر الجاري سيتم الانتهاء من عدد كبير من المشروعات، وفي 15 من أكتوبر سيتم الانتهاء من كل المشروعات استعدادا لاستقبال القمة. فرأينا في الشوارع بعض معدلات التنفيذ التي تم الانتهاء منها بشكل كبير كالممشى السياحي وخليج نعمة، وأيضا يعني هناك بعض الأمور التي تسير في التزامن مع التطوير أيضا وإنشاء المشروعات المختلفة. نقطة هامة جدا وهي زيادة أعداد السائحين قبل انعقاد قمة المناخ كوب 27، وأن الحركة السياحية في مدينة شرم الشيخ تسير بالتوازي مع الأعمال الإنشائية والتطويرية التي تتم في مدينة شرم الشيخ. فعلى سبيل المثال في هذه المنطقة التي نتواجد فيها في منطقة السوق القديم على يميني الأعمال التطويرية التي تتم لمحيط مسجد الصحابة، وعن شمالي وعن يساري أيضا الأعمال التطويرية والإنشائية التي تتم لمنطقة مصر القديمة، ومن خلفي حركة السياحة تزداد يوما بعد يوم للاستمتاع بما تم الانتهاء منه من الأعمال التطويرية في هذه المنطقة، ثم متابعة الأعمال الإنشائية التي تتم أيضا في هذه المنطقة للانتهاء منها في وقت قريب مع قرب انعقاد قمة المناخ كوب 27. زيادة عدد السائحين أيضا يتزامن مع التطوير الذي يتم في مطار شرم الشيخ. مطار شرم الشيخ الآن به عدد كبير من الأعمال التطويرية الخاصة بتوسعة المطار ليتم استقبال ما يقرب من 10 ملايين سائح يوميا بدلا من 7 ملايين سائح سنويا. فبالتالي مطار القاهرة سيستوعب عدد كبير الفترة القادمة من السائحين. النقطة الأخرى، كما تحدثنا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان يتابع مع كل الجهات المسؤولة والجهات التنسيقية ما يتم داخل مدينة شرم الشيخ للانتهاء من هذه المشروعات، فكانت هناك جولة تفقدية لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد. الجديد هي الجولة التفقدية لوزير المالية دكتور محمد معيط، تفقد خلالها قاعة المؤتمرات والمنطقتين الخضراء والزرقاء للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بهما. وأكد وأعلن الدكتور محمد معيط أن يوم 9 نوفمبر سيكون يوم التمويل، سيتم الاجتماع مع رؤساء المالية من مختلف الدول الذين سيجتمعون في قمة المناخ مع ممثلين المؤسسات المالية المعنيين بتمويل قضية المناخ لدعم الدول الإفريقية في التحول نحو المدن الخضراء، وأيضا مناقشة حلول وأفكار تقليل فكرة أن يكون هناك مدينة خضراء في كل المدن، مناقشة الأفكار التي ستؤدي إلى تحقيق هذه. أشكرك محمود جميل على كل هذه التفاصيل، وضعتنا في مشهد الاستعدادات في مدينة شرم الشيخ لاستضافة كوب 27. شكرا جزيلا لك.